استقبل العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك بحضور الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات الحرس الملكي الخاصة عددا من المسؤولين العسكريين ورؤساء أركان القوات المسلحة المشاركين في أعمال المعرض والمؤتمر. كما استقبل سمو سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين حيث استعرض سمو معهم الأحاديث المتعلقة بمعرض ومؤتمر بايدك الذي يعد أول معرض دولي شامل في المنطقة يتضمن الوسائل الدفاعية البرية والجوية والبحرية ويمثل فرصة لالتقاء الخبراء والمتخصصين وممثلي كبار الشركات المصنعة للمعدات والمنظومات العسكرية الدفاعية الثلاث في موقع واحد. كما يشكل المعرض منصة تعرض فيها كبريات الشركات العالمية أحدث نظم الدفاع والتقنيات العسكرية المواكبة للعصر ويوفر للجهات العسكرية الحكومية فرصة للاطلاع على أرقى الأنظمة والمعدات والتقنيات الدفاعية المستخدمة في الوقت الحاضر فضلا عن أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا العصر في الشأن العسكري. وأشاد المسؤولون العسكريون بمستوى المعرض والمؤتمر وما تم تقديمه من قبل الشركات العارضة من معدات عسكرية حديثة ومتطورة.